تعالي بنشوف هنعمل حشواتنا بقى عشان ننقش بقى الساده والملبن والعجوه وكمان العجبيه وكمان جاهز. المكسرات اي نوع من المكسرات انا جاهز. تعالي بقى هنعمل ايه يا لميس؟ قلعت الاساور والخواتم الصيغه كلها. طيب تعالي شوف عندنا ايه، ملبن وعندنا عجوه، عندنا عين جمل او فستق يا صح، ده اقل حاجه عندها. بص يا حسن، عندنا عين جمل او فستق، عندنا ملبن او 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 او, أو عجوه، دول ما نعمل فيهم ده عجوه. عجوه عشان ما تنشفش في الفرن، وكل الستات يا لميس بيشتكوا ان الحشو بينشف في الفرن في التسويه. هنضيف له معلقتين زبده فيخليه طري بالظبط كده، وعشان عين الجمل ياخد ويتجانس مع بعضه هنضيف له ملبن. الله، خدت بالك؟ صح كده، مع بعض هنضيف له ملبن. هعمل ازاي؟ هاخد اهو الملبن هضيف له زبده بالظبط كده. بص زي ما انت شايفه كده، هدخل ده عين الجمل، هنضيف او فستق او بندق اي نوع، واروح مدخلاه الميكرويف 20 ثانية مش أكتر من كده. ودي عجوة يا شيف صح؟ نعم، دي عجوة اللي هنا، دي عجوة مش كده؟ عجوة هنضيفها للزبدة، وكمان هنضيف الملبن زبدة، وادي الزبدة، وانت حطيت العجوة والزبدة. يخرج المكسرات مع الملبن، أمكسهم مع بعض. تمام تعالي بقى على ما نمكسهم مع بعض نعمل عجميه. يعني احنا بنجهز كل الايه الانجريدينت بتاعنا. انا بتلخبط بقى بين العجوه والعجميه. العجميه فيها اي نوع مكسرات وفيها سمسم وسميد. هنحط معلقه سمنه على النار. ايه، بنعملها كور صغيره. الله ينور عليك. حشوات العجميه بقى تقدري تحطيها لعين جمل، تقدرها بندق، لوز، فستق، زي ما انت عايز. لما اهم حاجه يبقى فيها سميد وفيها سمسم وفيها النطس وفيها عسل ابيض. عسل ابيض، فاهمه ازاي؟ ماشي. عشان تكرمليه. واحده واحده كده.